أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل يومين أو ثلاثة أصدرت الحكومة الحالية في العراق أصدرت أمرا بإلغاء كل قرارات الحجر والتباعد الاجتماعي، هذه التي كانت قد اتخذت من أجل الحد من وباء كورونا. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا ألغيت هذه القرارات، قرارات الحجر والتباعد الاجتماعي؟ هل انتهت كورونا في العراق؟ هل تم السيطرة عليها يعني، أم أن الأمر قد خرج عن السيطرة وما عاد بالإمكان فعل شيء؟ ما الذي يعني جعلهم يتخذون مثل هذا القرار في وقت حرج كل البيانات التي تصدر حتى عن وزارة الصحة نفسها؟ وزارة الصحة العراقية تصدر تشير إلى ارتفاع أعداد المصابين رغم قلة أعداد الفحوصات، لكن ارتفع عدد المصابين بشكل كبير، ارتفع عدد الوفيات في العراق. غالبية أهل العراق الآن، مناطق كبيرة جدا جدا، مدن كبيرة الآن جدا جدا كلها مصابة بهذا الفيروس اللعين. العراق مكشوف أمام هذا الوباء، ما الذي جعلهم يلغون كل هذه القرارات؟ ولماذا يحملون المواطن العراقي المسؤولية كاملة في تفشي الوباء؟ هل يجوز ذلك؟ يعني إذا كان المواطن جاهلا لا يعرف حقيقة هذا الوباء ولا يدرك آثار هذا الوباء القاتل، فمن هو المسؤول؟ المسؤول من جعله جاهلا، المسؤول من جهل عقله، من أدخله دروب الجهل والخرافة وغير ذلك من الأفعال أوصلت العراقيين إلى هذا. هذه من ناحية. الناحية الثانية: إذا كان لا مبالي المواطن، فمن هو المسؤول؟ لماذا لا يبالي المواطن؟ المواطن لا يبالي بقرارات الحكومة عندما لا يحترم الحكومة، عندما لا يثق بالحكومة، عندما لا يثق حتى بالنشرة الجوية التي تعلنها وسائل إعلام الحكومة، حتى عندما تعلن درجات الحرارة ودرجات البرودة والحرارة في البلاد، المواطن لا يثق بها ويكذبها. يعني هذه هي الحالة: ثقة بالحكومة لا توجد، هيبة للحكومة لا توجد، لا هيبة لقراراتها. النقطة المهمة الأخرى أن الحكومة لم تقف مع المواطن. ثلثين العراقيين هم من الفقراء، أكثر من ثلث العراقيين تحت خط الفقر بلا قدرة على إطعام أنفسهم يومهم بيومهم، لا يستطيعون. غالبية العراقيين من الكسبة، دعك من 6 ملايين موظف هذه البطالة المقنعة من الأمن والشرطة والجيش وغيرها، ومن المحسوبية والمنسوبية هذه التي تأكل كل خزينة العراق ويتباهون بها، دعك من هذا، لكن غالبية أهل العراق هم من الكسبة. إن لم يخرج لعمل يومه لا يستطيع أن يأتي بما يسد رمق عائلته، فبالتالي والحكومة لا تساعده، الحكومة لا هي في السرقة والفساد والخراب وأخذ القروض من هنا من الداخل والخارج لكي تسدد حساباتها، وهي مفلسة فبالتالي لا تستطيع أن تفعل شيئا، والمواطن عليه أن يواجه الوباء أو أن يواجه الجوع، فهو اختار أن يواجه الوباء في الشارع لا أن يواجه الجوع خوفا على أهلته، والقضيتين صعبة جدا جدا. المواجهة مع هذين الفعلين، الجوع والمرض، مواجهة صعبة جدا على الإنسان العراقي. مع الأسف الشديد أن تضع الإنسان العراقي أمام خيارين: إما أن تجوع وتموت جوعا أو تموت بالكورونا. هذا حال العراقي. فبالتالي المواطن العراقي هل يتحمل المسؤولية؟ عندما تتحدثون أن المواطن العراقي لا يلتزم، هو لماذا لم يلتزم؟ لأنه لا يثق بالحكومة، لا يثق بكل إجراءاتها. كل الإجراءات، إجراءات الحجر والقطع كانت أمنية ولم تكن صحية،
ولم تساعد الدولة ولم تساعد الحكومة، لا توجد دولة لا تساعد الحكومة الكسبة والناس المحتاجين، لم توفر لهم المبالغ لكي يستطيعوا إعالة عوائلهم على الأقل ويجلسوا في بيوتهم، وبالتالي عندما لا يكون لهذا الوباء دواء لحد الآن لم يكتشف، لابد الدواء الرئيسي اللي موجود هو التباعد، هو قطع سلسلة هذا الوباء بالتباعد بالقضاء عليه بهذه الطريقة. هذا كلام منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات المعنية بصحة الإنسان. والصحة العالمية قالت قبل يومين أن يعني الموجة الثانية من كورونا ممثلها في العراق دكتور أدم إسماعيل قال إنه الموجة الثانية من كورونا قادمة لا محال في يعني في الأيام القادمة مع قدوم الشتاء. نحتاج إلى في العراق يحتاجون إلى إجراءات أقوى لمواجهة هذا الخطر الكبير. الأعداد بالمصابين ستزداد، أعداد الوفيات ستزداد، المرض هذا هو سينهار النظام الصحي. والحقيقة ليس سينهار النظام الصحي، النظام الصحي منهار فعليا، لأن وزير الصحة يقول، وزير الصحة الحالي يقول أن مستشفياتنا كلها قديمة، وهذه الحقيقة لابد أن يعترف بها، يعرف المواطن أن مستشفياتنا كلها قديمة، غير قادرة على استيعاب، غير قادرة على مواجهة أي وباء أي كارثة أي مرض، غير قادرة أن تقدم شيء. أحدث مستشفى بنيت عام 1989، يعني في زمن النظام السابق هذا الذي يشتمونه، بغض النظر عن النظام السابق، لكن من عام 2003 لحد الآن لن تبنى مستشفى واحدة في العراق. فأقرب مستشفى أو أحدث مستشفى بنيت عام 1989 وقيسوا على ذلك بعد كل هذه السنوات كيف هو حالها. الطب يتقدم، طريقة المعالجة تتقدم، الوباء خطورته كبيرة، يعني لا فائدة طبعا من العودة إلى الحظر، هذه أنا مقتنع بها. العودة إلى الحظر في ظل نفس الظروف، في نفس قدرة، في أن تهمل الحكومة المواطن العراقي، لا تساعد، لا تساعد الكسبة، لا تساعد الفقراء، لا تقف معهم، لا حاجة إلى هذا العودة إلى الحظر الشامل، لأنه لا فائدة من هذه، ضحك على الناس ومحاولة إلى يعني سرقة أيامهم وإيهامهم بأن الدولة تعمل، بأن الحكومة تعمل من أجل القضاء على كورونا، وبالتالي البيانات كلها بيانات كاذبة في هذا الاتجاه. الإصابات تتزايد الحقيقة، السلطات عاجزة عن تقول الحقيقة، يوميا ترتفع هذه الإصابات، يعني الوفيات بين 60 إلى 90 شخص يوميا يتوفون، الإصابات بين 3500 إلى 5000 إصابة لحد الآن، مع يعني عدد الفحوصات قليلة جدا مقارنة بكل الدول. هناك دول تفحص اليوم 100,000 مواطن باليوم، في العراق لا يزيد العدد عن 15,000 إلى 20,000 مواطن يفحصونهم هكذا يقولون، ولا ندري إن كان ذلك صحيحا. وبالتالي المواطن العراقي في مواجهة مع كارثة كبيرة حقيقة، كارثة لا يعرف حدودها إلا الله. ندعو للعراقيين بالسلامة والحفظ، لأن هذه الحكومة لن ترعاهم ولن يرعاهم أحد، نظام صحي منهار الحقيقة، هم يواجهون كارثتين أكثر من كارثة، لكن الكارثتين الرئيسيتين هي الفقر والوباء. فأما أن يقبلوا أن يموتوا جوعا أو أن يموتوا بكورونا بالوباء، سلمهم الله من كل وباء ومن كل كارثة، وسلم أهلنا في العراق، وسلم العراق من أنياب هؤلاء، من أيادي هؤلاء الفاسدين المخربين الذين لم يراعوا الله في الوطن ولا في المواطنين، وتركوا الوطن على هذا الحال سائبا بهذه الطريقة، سرقوا أمواله وسرقوا أيامه وسرقوا أحلام الناس. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أترككم برعاية الله، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.